ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بعد عدة أسابيع من الغياب، عادت الفانتوم التي سلبت الشباب المغربي عقله للظهور مجددا، ولكن هذه المرة عبر صفحة الفيسبوك، حيث تم تداول منشور غريب يبشر الشباب المغربي الراغب في الهجرة سرا إلى السواحل الإسبانية برحلات حريق مجانية. المنشور المشبوه تداولته مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، وتوصلت به ماروك أخبار يومية، والتي أكدت أن عمليات الحري المجانية ستنطلق الشهر المقبل من شمال المغرب دون تقديم تفاصيل أكثر. هذا ولا يستبعد أن يكون المنشور مجرد محاولة من بعض الأشخاص للعب بمشاعر آلاف الشباب العاطل الذي يرى أن الهجرة السرية هي فرصته الوحيدة لتحسين مستواه المعيشي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.